إلى كرة القدم، حيث بلغ المنتخب العراقي دور 16 بتغلبه على النظير الكويتي بثلاثة أهداف دون مقابل لحساب المجموعة الرابعة. همام طارق فرح افتتح تسجيل المنتخب العراقي في الدقيقة 16، وعاد اللاعب ذاته مضيف الهدف الثاني لأسود الرافدين عند الدقيقة 63، بينما تكفل مروان حسين بالتوقيع على الهدف العراقي الثالث في اللقاء.